راديو بلس بلس كون راديو. السيدة فاطمة اللي هي الأم ديال المرحومة خديجة الله يرحمها التي توفيت بعمرها 17 سنة. السيدة فاطمة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كي دايرة مع الصحة؟ كل شيء مزيان؟ الحمد لله. اليوم حكمت المحكمة على المتهمين في القضية ديال بنتك بعشرين عام وثمان سنين، كيفاش كيبان لك هذا الحكم هذا؟ كيبان لي بدوسكي ديال خوتي اللي وقفوا معايا والجمعية توقفوا معايا ويجازيهم بخير، وهاد المسؤولين اللي حكموا تما الله يجازيهم بخير والله يحفظهم والله يحفظ بهم وليداتهم. انا وليدي انا كل عندي انا قال لهم كثر علاش حيت هو نزاهم هما نزا غادي تهم امي انت غادي لهم القفه باي وجه كان. حيت انا ام راس بحق الامومه في الجزيره. ايوه انا تدري ام القفه وغادي تشوف هما انا خديجه من قيس غادي نشوف غادي نتمنى فيه ام غادي يطلق الله سلاح ولا غادي يجي لي واحد العفو وشي هادشي كتمنى امو في وانا ما بقيتش كنتمنى خاين الطبقه غادي تجي عندي ولا تعيط حبيبه امي ولا غادي تبعد الباب غادي تطلع. نعم سمعتيني وليدي؟ نعم كنسمعك. انا ما بقاش وليدي خاين غطل عليا ولا تدفع عليا البيت والله ياخذ الحق في الظالم. يعني كيف ما كان هذا الحكم ما غاديش يعوض لك خديجه؟ ما عوضت يا خديجه قلت لك وليدي واخا ما عرفتش شنو يعطوني شتي غبروني في ما عرفتش شنو ما خديجه بنتي ما تعوض. كيفاش عشتي هذا النار؟ خديجه بنتي وليدي. نعم هي بنتي واختي وصاحبتي وحبيبتي وخت خواتاتها وصاحبة خواتاتها وكل شيء كتقابل على بنتي بأي وجه كان وجاو هما وليدي وتعدوا عليها وغصبوها في حياتها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هادشي اللي نقول. نعم العائلة ديالك كيفاش تلقات هذا الحكم هذا؟ إيوا غير أنا أمي تلقات الحكم وخواتاتها وشوية بعدا واخا راني حزينة عليها شوية راه دخلت فرحة لقلبي حيت خوتي وقفوا معايا. نعم طيب شنو بغيتي تقولي للناس الجمعيات المحامين؟ خوتي أيوة خوتي والجمعيات وهاديك الجمعية ديال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقفوا معايا وبزاف وتعذبوا معايا وتمحنوا معايا وتكرفصوا معايا وانتم كلكم وليداتي وكلكم تعذبتوا معايا وتكرفصوا معايا وهاد الفرح ديال اليوم ديال 20 عام راه فرح الله يجازيكم بخير الله يجازي المسؤولين والله يجازي كل من دار واحد الحاجه مع خديجه وعاش الملك وعاش محمد السادس. طيب الله يحفظ مالكنا والله ينصرو الله يحفظ مالكنا والله ينصرو الله يحفظ الوطن الشعبي كامل والوطن الملكي كامل وكل شيء جميع ما يكون في المغرب الله يحفظ. تبارك الله عليك والله الله يرحم المرحومه الله يرحم خديجه مسكينه الله يرحم بنيتي والله يجدد عليها الراحه انا وانا بغيت غير بنيتي تفرح تموت راني انا في انا مويت راني مقروحه في قلبي وفي صحتي وراني مبقيت نعس الليله وليدي وراني شنو وليدي غادي نبيع ونخلي هاد البنت ان شاء الله الله يشد لك صحتك ان شاء الله. وليدي غير راني شنو نبيع ونخلي هاد البنت راني وما غاديش نخليهم راني نهزهم في دراعي وليت نجي عندهم نعض. بارك الله عليك الله يخلي لك صحتك ان شاء الله ويطول لنا في عمرك ان شاء الله تشوفوا وليداتكم ان شاء الله. وليدي الله يجازيكم بخير. شكرا لك السيده فاطمه الام ديال المرحومه خديجة التي توفيت حرقا بعد أن تعرضت لاغتصاب والمتهمون في هذه القضية قاموا بتصويرها وبابتزازها وكان الحكم ديال المحكمة ديال بنقرير حكم مخفف على مستوى النيابة العامة بعد أن يعني تابعت المتهمين في هذه القضية في حالة صراح. اليوم صدر الحكم بالمحكمة الإبزائية بمدينة مراكش لدى محكمة الاستئناف في حق متهمين في جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له القاصر خديجة الله يرحمها والتي انتحرت حرقا يوم 24 غشت بعشرين سنة في حق المتهم بتصوير جريمة اغتصاب الضحية خديجة في حين أدانت المحكمة شريكه بثمان سنوات سجنا نافذا وأرجأت قضية متابعة ستة آخرين متورطين في نفس القضية إلى 29 من هذا الشهر. شكرا لكم مستمعينا نلتقي في الحلقات القادمة من برنامج بصراحة. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل الذي رافقني مع السلامة. راديو بلس بلس كون راديو.